يسعدني أن أرحب بكم في منتدى القيادة 2020 المنعقد في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا، الذي أصبح تحدياً لجميع القطاعات في كل بلدان العالم. ونحن في دولة الإمارات، وبالرغم من حجم وصعوبة التحدي، تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن نحول هذا التحدي إلى فرصة، بل إلى فرص واعدة. إن منظومة العمل التي نطبقها اليوم هي ثمرة أكثر من 20 عام من التخطيط والتنظيم والإعداد للتعامل مع الأزمات، وثمرة التعلم المستمر مع الأحداث العالمية وتجارب الآخرين المتميزة. وقد كشفت أزمة كوفيد-19 الحقيقية للدول، فكثير منها تباهت بإمكانياتها وقت الرخاء، وحين أتت الأزمة تبين مدى مقدرتها على الصمود. فجهد المؤسسة لا يقتصر فقط على جهد فريقنا، بل على الجهات التي تقبل التحدي وتعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن جعل المدينة المستقبلية الأولى عالمياً.